اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغ خلال زيارته لأرصفة وساحات ميناء عدن بالمعلى على الأعمال التي يقوم بها الميناء في استقبال البضائع والمواد الغذائية وما يقوم به من نشاط تجاري هام، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مجلس إدارة موانئ عدن محمد علوي مزربة ومسؤولي وموظفي الميناء، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح موجز عن النشاط التجاري الذي يقوم به الميناء والخدمات التي يقدمها من ترتيب دخول السفن للشحن والتفريغ والتخزين وكثير من الخدمات الأخرى. وأوضح رئيس مجلس إدارة موانئ عدن مزربة أنه خلال الثلاثة الأشهر الماضية تم تفريغ 1,000,000 متري من المواد الغذائية المتنوعة بزيادة عن العام الماضي، حيث تم تفريغ في عام 2017 3,000,000 متري. وشدد رئيس الوزراء على مسؤولي إدارة الميناء تسهيل دخول المواد الغذائية وعدم تأخيرها ومضاعفة الجهود لتخفيف من معاناة المواطنين التي تسببت بها الميليشيا الحوثية بعد انقلابها على الدولة في العام 2014. وأشاد بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية للموانئ اليمنية في إعادة تأهيلها وتزويدها برافعات حديثة والذي سيضاعف العمل في الموانئ. وأكد الدكتور بن داغر أن الحكومة وجهت بتسهيل إجراءات دخول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ التي تقع في المحافظات المحررة وسهولة نقلها إلى جميع محافظات الجمهورية دون استثناء. وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية استخدمت ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية من إيران، وهو الذي أطال أمد الحرب في بلادنا وضاعفت من معاناة المواطنين في المحافظات التي تحت سلطتهم تسهيلات التحالف العربي والحكومة الشرعية لدخول المساعدات الإنسانية عبر الميناء. رافق رئيس مجلس الوزراء كل من وزراء الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح والثروة السمكية فهد كفايين والأوقاف القاضي أحمد عطية وحقوق الإنسان محمد عسكر ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب لشؤون مجلس الشورى محمد الحميري والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور وعدد من نواب الوزراء.